أيضا الرئيس أكد على مدنية الدولة المصرية، وإن القوات المسلحة المصرية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المسار الدستوري للدولة ومنع سقوطها. تعالوا نشوف. الهدف اللي ليل ونهار احنا قاعدين عليه هو الحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط. هي دي الحكاية. طب مين يعمل معايا الموضوع ده؟ اللي يقدر يعمل معايا الموضوع ده يا دكتور مصطفى ايه؟ انا معاه اذا كنا بنحب بلدنا. فخلينا الجيش يساهم بجزء من قدراته في الموضوع عشان يساعدنا، في اعتبار ان دي مهمة امن قومي. الحفاظ على الدولة والحفاظ على استقرارها ده مهمة مستقرة للجيش. ثم النهاردة بقى في مهمة اخرى للجيش موجودة معاه، وارجو ان ده يتم القاء الضوء عليها اعلاميا، هي الحفاظ على المسار الدستوري، المسار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها في حد تاني. معلش انا ما بعدتش كتير، بس انا بقول الكلام دوت لان القوات المسلحه بقت دلوقتي مسؤوله بطبقا لنص الدستور في الحفاظ على الدوله المدنيه في مصر. يمكن كتير من الناس ما تاخدش بالها من الحكايه ديت. النص ده كان نص الحقيقه، بسجل تقديري للدكتور علي على ان اتحط للحفاظ على ان ده احنا بقى موجودين مش موجودين، بقت مسؤوليه القوات المسلحه انها تحافظ على ان الدوله دي لا تسقط مره ثانيه.